احنا عايزين نتكلم بقى. احنا قلنا عن الاصول وهي ليست اصول رومانيه ولكن هي اصول عربيه، وكل الحاجات اللي ظهرت عليه تدل ان هو رومي كانت نظرا لوجوده من صغره معاهم. خلينا نتكلم بقى عن هجرته ليثرب مع الرسول صلى الله عليه وسلم، والموقف الشهير عنه واللي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم انه ربح البيع، وانه عرف الرسول صلى الله عليه وسلم الموقف اللي حصل بينه وبين اعداء الاسلام وهو سابهم ازاي. فعايزين نتكلم عن القصه بقى برمتها. هو طبعا هو سيدنا صهيب الرومي عندما اسلم، طبعا عندما جاء اصلا من الشام كان واحد عربي من بني كلب فشافه فقال له صهيب: من اي البلاد انت؟ قال: من مكه، من العرب. قال: انا عربي. فاشتراه هذا الرجل من البائع الرومي، وجاء في غدوا معاه مكه، وكان هو سمع روايه قبل كده عن ان واحد من القساوسه قال: أوشك أن يظهر هذه الأيام نبي من العرب في مكة. قال له مكة، ففرع جدا فجابوا معاه فباعوا لعبد الله بن جدعان، وكان على الشرك. فأعجبه صهيب الرومي طريقة تفكيره، شبابه، نشاطه، حيويته، تجارته، فأعتقه عبد الله بن جدعان، أصبح حرا. فلما جه أسلم هو عنده 22 سنة، وأسلم كمان هو كان عنده ثروة كبيرة لأنه كان بيخرج معه على طول في كل رحلاته التجارية. بالضبط كده، فكان في التجارة وكان ناصح جدا في التجارة، أصبح ذو مال وصاحب شأن. فلما جه أسلم، حتى لما ذكرنا في عمار بن ياسر لما وقف أمام دار الأرقم فبص لقى فيه جنبه صهيب الرومي، قال: ما لك يا صهيب؟ قال: بل ملك أنت يا عمار. قال: جئت أسمع عن هذا الرجل. قال: وأنا كذلك. فأسلم هو وعمار بن ياسر في نفس الوقت. كان عمار بن ياسر، بس عمار بن ياسر كان عنده 33 سنة، سيدنا صهيب الرومي كان عنده 22 سنة، وكانوا من أول سبعة أعلنوا إسلامهم. حتى في رواية عبد الله بن مسعود قال: لم يجهر بإسلامه إلا سبعة، كان من ضمنهم صهيب الرومي. فلذلك لما جه بقى حصد كل مشاق وتعذب في مكة، وجه هاجر طبعا ليثرب بعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم. أراد أن يهاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم في وقت الهجرة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم حجز، يعني صهيب حجز، مصعب صهيب الرومي حجز، فبدأ بقى يهاجر بعدين. اكتشفوا مين؟ أهل مكة، فمنعوه وحاصروه، فبالليل استخبى وهرب. فلحقوا به. دي بقى بداية قصة الهجرة بقى. فلحقوا به، وهو أصلا كان هو اللي كان بيدربهم على الرماية في مكة، وهو الذي كان يدربهم على السيف، فهم عارفين. فلما جم حصروه قالوا: أين تذهب يا صهيب؟ يا صهيب قال: أهاجر إلى الله ورسوله. قال: جئتنا صعلوقا، يعني أنت جاي أصلا عبد، جئنا صعلوقا فأصبحت ذو مال، فتهاجر بنفسك ومالك؟ فقال: والله رح نصر كننته اللي هو فيها السهام. وكان معروف إن كان قناص مالك جدا، هو هم عارفين. قال: والله يا معشر قريش أنكم لا تعلمون أني من أرماكم، يعني أنا مش حامل سهم إلا بواحد، فإذا رميت أسهمي قاتلتكم بالسيف. هو كان بيقاتل اثنين مع بعض، كان من صفاته ان هو كان بيقاتل اثنين مع بعض، مش واحد واحد، كان بيقاتل اثنين مع بعض. وان شئتم، هو خاص يعني زنقهم، وان شئتم دللتكم على مالي فاخذتموه وتركتموني. فقالوا ليه بقى ثغره؟ شوف بقى الذكاء بقى، يدخلوا منها. شوف بقى الذكاء، ساب لهم ثغره، يعني ايه؟ يعني ينسحبوا منها بكرامه يعني. قال: ان دللتنا على مالك تركناك. هم ما كانوش حضروا يقاتل عليه. فلح قال لهم: مالي في ذهب في كذا، عندي كذا، وعندي فلان، وعندي فلان، وعندي فلان، وبعلامه كذا وكذا وكذا وكذا، خذوه. عرفهم المخبأ الاساسي والرئيسي بتاعه عند مين، وخذوه. فساب كل شيء، ساب كل تجارته. هم طبعا فاثناء دعوه النبي صلى الله عليه وسلم حاصروا تجارته من قبل ابو جهل، كان بيمنع التجار يتعاملوا معاه، ولكن لامانته والدق والجوده البضاعه بتاعته كان غصب عني اروح اتاجر معاه. فلذلك لما جه هاجر وصل الى النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كان لسه ما وصلش لداخل المدينه، فعندما راه النبي صلى الله عليه وسلم تبسم وقال: ربح البيع ابا يحيى، ربح البيع ابا يحيى، ربح البيع ابو يحيى ابا يحيى. فقال: والله يا رسول الله ما سبقني اليك احد، وما اخبرك بهذا الا جبريل. فطبعا فتلقاه النبي صلى الله عليه وسلم، فدي لها معايير ضخمه جدا، ان واحد انخلع من كل ما يملك من اجل الاسلام، باع الدنيا كلها واشترى الاخره، ونزل فيه قران يتلى الى يوم الدين. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء رضوان الله والله رؤوف بالعباد.